المادة دي بتقل بسبب ايه؟ بسبب عوامل داخلية وعوامل خارجية. ايه هي تمام. العوامل الداخلية؟ بسبب سوء التغذية، واحد ما بتاكلش كويس، ما بتاكلش فواكه كويس، ما بتاكلش بيض، ما بتاكلش الحاجات اللي هي مهمة للشعر. كلنا يعني. بسبب تمام. الحمل، بسبب طبعا. العوامل النفسية، واحد نفسيتها تعبانة شعرها هيتساقط ويتبهدل بس كده. هو عوامل خارجية بقى، واحدة ما بتهتمش بشعرها، ما بتحطش اخرها علبة كريم اي او حاجة تغسله وتروح ايوه يلا بقى ولابسه ده بقى الطرحه ونازله، كل ده بيضر الشعر. فبقى شعرنا دي هو الشعر زي الورقة بالظبط، تتعاملي معاك انه ورقة خضراء، طول ما انت مهتمة بيها هتفضل خضراء وحلوة، اول ما تهمليها هتبقى ناشفة وتقع. او احنا عندنا كده ثقافه في مصر، انا ايوه عايزه اشتري المنتج احطه شعري يتظبط ويفضل العمر كله كده، وما ايوه تقوليليش كرس، يعني ايوه كلمه الكرس دي بتنرفزنا جدا، احنا عايزين ايوه حاجه سحريه لا ما هو مش ينفع ان انا استعمل منتج شهر واتنين وابطله، اصل مبوظه احنا شعري في هو كام احنا سنه. نقدر مش ناكل ونشرب؟ لا ما طبعا. هو الشعر اللي لازم ياكل ويشرب كل يوم، صح. انت هتسيبيه من غير حاجه ما هيقع طبيعي يقع، فمش ينفع. انت لازم تبقى روتين هير بتاعك مش شرط منتج معين، منتج ان هو ارتحتي في منتج معين تفضلي عليه على طول. حلوه كلمه روتين، احنا ايوه بنعمل روتين لبشرتنا، لكن ايوه احنا عمرنا ما بنعمل روتين لا لازم للشعر. روتين للشعر، الشعر اهم حاجه، الشعر زينه المراه يعني لازم صح اهم حاجه طبعا. تمام. بس طيب كده. الزيت ده يعني هو طبعا عظيم طبعا، وانا ايوه هجرب، وانا ايوه ما برحمش ايوه لا هتجربي بقول تعملي لنا ريفيو بصراحه. كمان